حور وكأنها تنتظر أي مشكلة تصير بس عشان تجيني وتتهمني، تبي ترمي علي أي اتهامات، وكأنها تبيني أعترف لها بشيء مستحيل نتكلم فيه. ما هو من صالحها أنا تسمع شيء ما يسرها، ولا هو من صالحها أنا تسمع أني أنا كنت بيوم من الأيام شريك بهاللعبة. طبعا عشانها، لكن ما راح تفهمني، راح تتحطم وتتألم كثير أنه ممكن شخص زي أنا إبراهيم اللي حبها يطلع منك كده هذا. لكن ما أقول إلا بحاول أحافظ على هالشيء، والله يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. وين طالع لي أنت؟ صالة بيتنا. صالة بيتكم؟ طيب وش المشكلة في الموضوع يعني؟ شو المشكلة في الموضوع؟ شايبك هني. لقيت الباب مفتوح ودخلت. قفلوا الباب، الله يهديكم.